أهلا بكم. تحت سماء المدن التي ازدحمت بالبناء وتزايدت فيها التحديات الاجتماعية، تشكلت العشوائيات كواقع يفرض نفسه بقسوة. إنها ليست مجرد مبان متواضعة تفتقر إلى التخطيط الهندسي، بل هي تجمعات إنسانية تبحث عن الأمان والكرامة في عالم يحاصرها بالتهميش والفقر. يأتي قانون العشوائيات ليكون بين يدي المشرعين كأمل لإعادة تنظيم هذه المناطق وتقديم خدمات أساسية لمجتمعاتها، لكنه يحمل في طياته تحديات إنسانية كبيرة. كيف يمكن أن نوازن بين حق الدولة في التنظيم وحق الإنسان في العيش بكرامة؟ وكيف يمكن أن نصل إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية دون التسبب في تشريد الآلاف؟ إذ يطالب البرلمان هذه الأيام بإعادة طرح قانون العشوائيات بعد أن سحبته الحكومة لغرض دراسته. هذه الأسئلة وغيرها التي تحيط بإقرار هذا القانون، والتي قد تحدد مصير مئات الآلاف من الأسر في مختلف أنحاء البلاد، محور حديثنا الأول بعد هذا التقرير. أهلا بكم.